بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 9، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان، قبل نهائي بطوله افريقيا لابطال الكؤوس واللي بيشارك فيها النادي الاهلي. خلاص وصلنا لاخر المشوار النهارده قبل النهائي، وباذن الله بكره يكون النهائي. مباراه النهارده هتكون مع رجاء غدير المغربي. الفائز النهارده ان شاء الله وباذن الله سيكون النادي الاهلي، سيلاقي في النهائي غدا نادي الزمالك. نادي الزمالك فاز ظهر اليوم في قبل النهائي على نادي سبورتنج المصري 25-24، ويتكرر لقاء الاهلي والزمالك في اقل من اسبوعين. اللقاء الاول كان في السوبر الافريقي وفاز به النادي الاهلي، واللقاء الثاني ان شاء الله بنسبه كبيره باذن الرحمن بعد التاهل اليوم هيكون اللقاء الثاني بكره على صاله الامير عبد الله الفيصل باذن الله. كل التوفيق عشان يكون ختامها مسك باذن الله لهذا الفريق اللي الحقيقه تعبوا كتير والدعموا كتير والمشوار كان طويل عليهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كرمهم في النهايه وكلل مجهودهم بالفوز. النهارده لازم نقول للسيدات او لفريق كره اليد سيدات هارد لك، النهارده كان دور قبل النهائي مع فريق صعب، فريق قوي جدا، بيترو اتلتيكو الانجولي. انتهى اللقاء طبعا بخساره الفريق، ولكن مش معنى كده ان هم ما عملوش اللي عليهم. عملوا المستحيل ولكن لم يكن المستحيل كافيا للتاهل للمباراه النهائيه. الحقيقه احنا بنقول لهم هارد لك، أدوا اللي عليهم، عملوا مباراة جيدة جدا. بكرة إن شاء الله لعبوا على التتو الرابع لأول مرة من 20 سنة. الحقيقة ده يعني برضو لا يعني دايما النادي الأهلي بيدور على المركز الأول أكيد، ولكن ده ما بيخليناش ننكر أو يعني نتجاهل مجهود الفرق. بنقول لهم هارد لك، مستنيين منهم إن شاء الله بكرة الميدالية البرونزية بعد فرقتين أنجولا. الحقيقة فرق أنجولا بتحلق يعني في السماء، ولكن قادرين ان شاء الله في يوم من الايام ان احنا نتخطى هذا بالتدريب والمشاركه واستمراريه المشاركه. قبل طبعا ما اروح يعني لمباراه اليوم الاهلي ورجاء غدير المغربي، لازم ارحب بضيوف النجوم الكبار جدا اللي منورين النهارده. برحب بكابتن لواء ابراهيم سيد، منورنا النهارده في استوديو الابطال. اهلا بك يا كابتن ابراهيم. اهلا بك كابتن هيثم، انا اشكرك واشكر الجهاز الستاف اللي مع حضرتك في قناه النادي الاهلي والتعب على استضافتنا، وان شاء الله نكون يعني اضافه للناس اللي هنسمعها اللي هتسمعنا ان شاء الله. كابتن حضرتك يعني تنور اي مكان، ده احنا اللي بنشكر حضرتك ان انت نورتنا، وكمان تتلمذ على ايد حضرتك الكثير من اللاعبين والمدربين، فالنهارده معانا قيمه كبيره في الاستوديو، منورنا يا كابتن. ربنا يبارك لك. اشكرك. برحب يعني طبعا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وطبعا ضيفنا العزيز الدائم كابتن ياسر صلاح. اهلا بيك يا كابتن ياسر. اهلا بيك يا كابتن هيثم. توقعاتك ايه يا كابتن النهارده؟ دايما الحمد لله الحمد لله، دايما توقعاتك بنسبه كبيره، لا حقيقي توقعاتك ويمكن رؤيتك بتبقى قريبه جدا للواقع. رايك ايه النهارده؟ شايف مباراه النهارده ازاي؟ انا قلت لك يا كابتن هيثم من الاول. ما انت قلت ماشي، ما انا عايز اسمعه تاني بس على الهوا بقى. احنا ان شاء الله موجودين في النهائي النهارده، ماتش الرجاء. تاريخنا مع الرجاء في خلال السنين اللي فاتت يشرفنا جدا، النتائج بتاعتنا كويسة معاها. أنا شايف هيبقى دور قبل النهائي هيبقى كويس ليه شكل. موجود كابتن ديفيد طبعا، هينظم وهيعمل روتيشن عشان ماتش بكرة. ماتش بكرة هيبقى من الماتشات الصعبة وان شاء الله خير. خلينا نتكلم في ماتش النهارده بالظبط، انا سباش الاحداث. توقع حضرتك ان شاء الله هنتخطى النهارده مباراه اكيد إن شاء يعني الله. رجاء غدير باذن الله. باذن الله. كابتن ابراهيم النهارده اكيد مباراه اليوم مش الهدف بس المكسب، ولكن الهدف ان انت تعدي باقل الخسائر، خاصه النادي الزمالك لعب مباراته قبلينا فراحته هتبقى اطول. النهارده احنا مباراتنا الساعه 9 هنخلص 10:30، نادي الزمالك خلص يمكن 5:30 او 6 كان مخلص، فهو واخد 4-5 ساعات زياده. شايف النهارده ازاي ده يقدر يتحقق من مستر ديفيد ديفيز؟ هو مستر ديفيز اكيد عامل حساباته ان يخلص المباراه من بدري، يعني هيبتدي من اول المباراه تقريبا، ده توقعي يعني، ولو انا كنت مكانه ان انا احاول اخلص المباراه من بدري، يعني ما اديش فرصه للفريق الرجاء غدير انها تمشي معايا جون بجون. دفاعاتي قويه، اقفل الحراسه تبقى قويه، اقفل المرمى، اسجل اهداف سريعه من الهجوم الخاطف او قطع الكرات، من خلال قطع الكرات في الدفاعات عشان اقدر اسجل دفعات اهداف كتيره تساعدني ان انا اقتل الحماس. نعم. اقتل الحماس بتاع رجاء غدير من اول المباراه، ما ادهمش فرصه ان هم يعلوا عليا او يحاولوا ان هم يجاروني يعني.
نعم. وده اعتقد ان ده اللي هيعمله كده. وبعدين هيبقى ديفيد ديتز هيعمل الروتيشن بتاع اللعيبه، مش هيستهلكهم كلهم. يعني هتلاقي لعيب بعد 5 دقايق بيغير، 10 دقايق يغير، ربع ساعه بكتير وربع ساعه ويغير، ويبقى عشان ما يستهلكوش وما يستنفذش مجهوده كله في. طب كابتن، يمكن شهدت البطوله ملاحظه فنيه لاحظها الكثيرين، انه الونجات بتوعنا النهارده في البطوله متالقين، وده يعني بيرجعوا البعض للجود ديفنس، وان انت بتلجا للهجوم السريع. شايف ده الرؤيه دي مظبوطه ولا احنا يمكن مش واخدين بالنا؟ لو احنا تابعنا الفرقه من فتره هنلاقي ان الفرقه فيه تطور مستمر، وده راجع لان مستر ديفيز طور في اداء لعيبه كتير. صحيح. واشتغل على اماكن كتيره بحيث ان هو اداها القوه الضربه، بحيث انها ما تبقاش مجرد بس اسماء موجوده ومن غير ايجابيات. فطور اداء اللاعبين خاصه الاجنحه سواء ناحيه الشمال او اليمين، مع اضافه مع تطوير اداء الخط الخلفي اللي بتدي الفرصه للاجنحه انها تجري. نعم. زائد المتابعه حراسه المرمى اللي بتطلع الهجوم الخاطف على مره واحده للاجنحه اللي هي بتتميز بالسرعه عندنا، فده ادها باور ما كانش موجود قبل كده. يعني الملاحظه دي حقيقه؟ لا، الملاحظه دي طبعا 100% صح، لان احنا كنا زمان فين يعني الاجنحه كان فين وفين يعني لو يعني جاب جون او جونين في الماتش يبقى كويس، انما النهارده الاجنحه بتطلع. الاجنحه دي هي يعني اللي بترجح كافه الفرقه. ده ماتش المجموعات يا كابتن، الاهلي ورجاء غدير خلص 40-16، ده يمكن المباراه الاولى ليهم مع بعض في المجموعه. خلينا اجي لك كابتن ياسر، يعني النهارده مباراه اليوم يعني من الحسابات الفنيه في يعني مباراه المجموعه 40-16، ولكن ولكن قبل النهائي دايما حلم مشروع لاي فرقه تقول لك ماتش اكسبه واطلع نهائي، يعني بتبقى بروح الكؤوس وليست بروح مباراه الدوري مثلا او مباراه المجموعات. شايف النهارده ممكن رجاء غدير نلاقي فرقه تانية، ولا شايف ان الفنيات حتى لو عندك الرغبه الفنيات ممكن ما تجيبكش؟ لا، هو اصل هي الهاندبول معروف انت معاك 16 لعيب او 18 لعيب. نعم. معروفين من اول البطوله، يمكن الدور في دور الربع النهائي، قصدي في الدور المجموعات، الماتش الاولاني خلص 40-16، فرق كبير طبعا. لو هنبص كده على، خلينا نتكلم على الربع النهائي اللي هو الاهلي والكونغولي اللي هو شباب، خلص 45-23. نعم. ونيجي نتفرج كده على ديفيد بيعمل ايه. يمكن كان مطلع طه بره السكور خالص، ولعب 2 حراس مرمى ولد صغير والولد اللي هو احمد وليد اللي هو كان جاي من بره. كان طه بره، ده طبعا خطوره. لا، هو الراجل بيبقى نازل المباراه عارف عايز منها ايه بالظبط. نعم. يمكن احنا كنا بنتكلم عن الونجات، كابتن مريم كان بيتكلم عن الونجات، انت عندك 4 ونجات، ونجين ليفت ونجين رايت. نعم. لو تبص كده هنلاقي الروتيشن اللي بيحصل في الونجات كويس جدا عشان تقدر تدي الفرقه وتوصل للنهائي تقدر تلعب. نعم. بقيه الفرقه لو هنبص كده، يمكن الماتش اللي هو الاخير مفيش لعيب كمل 10 دقائق على بعضهم، كان كل الفرقه بتغير باشكالها كلها. يعني هتلاقي محسن رمضان بيتغير مع مهاب، اسمه ابتدى محمد عبد الرحمن، في عندي اسلام وفيصل، لا في كان في روتيشن هو شغال عليه كويس قوي في الفتره اللي فاتت. اعتقد ان هو النهارده نفس المباراه، بس احتمال كبير جدا. بس برضو انا مش عايز اريح اللعيب قوي عشان ما يخرجش بره فورمه الماتشات، يعني هي شعره، ولا راي حضرتك ايه؟ بص، هو هي شعره طبعا، بس هو هتلاقي النهارده ان هو مدخل معظم الناس، يعني واحد زي طه كان بره السكور في الربع النهائي هتلاقيه موجود النهارده، بياخد فترات برده مش كبيره. هتلاقي بعض اللعيبه برده، يعني سيسا الفتره اللي فاتت دي في الربع النهائي واللي قبل الربع النهائي هتلاقيه ما ابتداش بيه، بيبتدي ب زيزو وعلى فترات بيخش سيسا.
كاستيلو نفس الكلام، خط الظهر نفس الكلام برضو، سواء محسن او مهاب او فيصل او اسلام، كل المجموعه دي بتخش على فترات. اعتقد ان المباراه دي برضو هتبقى ماشيه بنفس النمط دوت، عشان خاطر يقدر يخش مباراه بكره بطريقه كويسه، ويقدر اللعيبه تقدر واقفة على رجليها. طيب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه الفريقين. الحقيقه هيجي لنا من سكور شيت، ولكن يعني سامحونا ممكن يكون الاسامي طبعا بتتكتب باللغه الانجليزيه، وسامحونا ممكن يكون في اسم باسم اه. بالنسبه للعيبه لعيبه النادي الاهلي احنا حافظينهم، بس لعيبه يعني رجاء غدير سامحونا لو في يعني اسم او اتنين يعني ما تنطقوش مظبوط. خلينا نقول نبتدي بقائمه النادي الاهلي. رقم 5 محسن رمضان، رقم 7 مصطفى عبد المنعم اللي هو خليل طبعا، مصطفى خليل، وفي شهاب عبد الله ده رقم 8، وفي اسلام حسن كابتن الفريق، وعبد الرحمن فيصل رقم 10، 11 عبد العزيز ايهاب، 16 عبد الرحمن طه حارس المرمى، 17 احمد مصطفى خيري، 19 عمر سامي احمد، 22 احمد وليد حارس المرمى المعار للنادي الاهلي، 24 محمد ابراهيم المصري، 48 محمد مهاب سعيد، مهاب محمد سعيد، 72 ياسر سيف، عندك نخش على 79 احمد هشام، 80 احمد عادل، و رقم 98 عمر خالد كاستيلو. ده تشكيل النادي الاهلي استعرضناه مع حضراتكم. طبعا الجهاز الفني مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني، ومحمد احمد طبعا مساعد المدرب، ومدرب حراس المرمى لوزيرت، وعمرو محمود واسامه محمد، ده جهاز النادي الاهلي. هنروح لقائمه تشكيل رجاء غدير المغربي. سمات هشام اللاعب رقم 1، رقم 5 بوخميسه مرواني ده رقم 5، رقم 8 بن هاني انس، رقم 9 توبي كولي ده اكيد اللاعب المحترف، توبي كولي ده اللاعب المحترف بصفوف رجاء غدير، 15 بن محمد اسماعيل، 19 باروت رضواني، 22 باز حمزه، رقم 25 لبيد الياسي، رقم 66 الداشي اشرف، رقم 77 ايوب، رقم 89 ياسين، رقم 92 حسن، رقم 94 انس، رقم 95 حمزه، رقم 97 سيد او مليكي سيد، رقم 99 جمال. ده كان تشكيل طبعا رجاء غدير، ده من واقع السكور شيت، احنا صورنا السكور شيت من ارض الملعب. بشكر فريق الاعداد، اجل ضيفي طبعا كابتن ابراهيم. يمكن محتاجين النهارده يعني نتكلم عن مباراه اليوم، مباراه بكره لسه ما جاتش، مش محتاجين نركز النهارده، واكيد الجهاز الفني خليها بكره. هنتكلم النهارده عن مباراه النهارده. شايف لو مستر ديفيد ديفيدز فكر ان هو يبتدي التشكيل بكل قوه، بس في نفس الوقت ما يحملش على فرقته، من وجهه نظر حضرتك ممكن يبتدي منين؟ هل يبتدي بطه في حراسه المرمى ولا وليد؟ يعني من وجهه نظرك غالبا هيبتدي بطه، هيبقى في اسلام حسن، هيبقى جنبه عبد الرحمن فيصل، والناحيه الثانيه محسن رمضان، قدامه احمد عادل، ويبدل المصري مكانه في الدفاع، وفي الوينجات هيبتدي بكاستيلو وسيسا. ده تقريبا يعني ده التشكيل الامثل للنادي الاهلي. قد يكون في هم التشابه بينه وبين الباقيين كتير، يعني مش هنقول ان ده افضل من ده، ولكن هو لو ابتدى بده ممكن يبقى الايجابيه اكتر عند اللعيبه، ممكن في الدفاع بتاعهم يقطع كور كتير ويجد فرصه للهجوم الخاطف في الفاست بريك اللي هو يجري ويقدروا يحققوا اهداف كتيره في بدايه المباراه في زمن قليل. ده بيساعدهم ان هم يقتلوا المباراه خالص من بدايتها، ويخلوا فرقه الرجاء مجرد انها بتادي بس مباراه تحصيل حاصل مش اكتر. طب كابتن ياسر، يمكن الساده المشاهدين كان زمان بتتفرج على الفرقه، ما مش من زمان قوي، من سنه ونص، ما بقاش عندك الثقه اللي عندنا دلوقتي، اللي انت مطمن من فرقتك، يعني حاسس ان في الوقت الحاسم والمهم هيكون في ثبات انفعالي، هتقدر تخلص كوره، هتقدر تخلص اتنين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الناس عندها ثقه دلوقتي في الفريق؟ هو طبعا مدرب الفريق كابتن ديفيد طبعا اشتغل على هذا النقطه، عارف ازاي احنا كنا بنيجي في اخر 10 دقائق او اخر 5 دقائق بنخسر. صحيح. الفترة اللي فاتت كلها لو احنا نبص كده من سنتين او ثلاثة،
معظم الناس اللي كانت موجوده هم اللي موجودين، بس كانوا لسه طالعين وصغيرين في السن، عدم الخبرات. خدنا خبرات كويسه. الميزه كمان ان احنا عندنا النهارده لو نبص مش هنلاقي محترفين في قلب القائمه بتاعه النادي الاهلي. دي حاجه جديده، كنا زمان بيبقى دايما في محترف. طبعا كابتن ديفا كان من اللي هو اي مدرب عنده الصلاحيه ويقدر يشوف هيقول لك انا عايز محترفين. صحيح. بالنسبه للتاريخ اللي فات. طب خلينا نتكلم عن نقطه المحترفين استاذ زينب كابتن ياسر، بس خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره والزميله العزيزه روزان نصر عشان اللي حضراتكم كالعاده اجواء ما قبل اللقاء. اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن هيثم وبرحب كمان بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي طبعا، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. موجوده طبعا معاكم من صاله الامير عبد الله الفيصل بالتحديد لنقل اجواء ما قبل لقاء طبعا رجال يد الاهلي امام يعني رجاء غدير المغربي من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه في نصف النهائي. يعني خليني اقول طبعا يا كابتن هيثم اللقاء النهارده قوي جدا، مش بس الحقيقه احنا اللي شايفين كده، ولكن كمان ديفيد ديفيز يعني المدير الفني للفريق كمان شايف كده واكد اكتر من مره ان لقاء النهارده يعني امام الفريق المغربي لقاء صعب جدا وقوي جدا، ولكن يعني كمان قال ان هم مستعدين بشكل كبير وجيد جدا. يعني خليني اقول عمليات الاحماء بدات يعني تقريبا منذ نصف ساعه. يعني خليني كمان اقول الفريق يعني هنا في اجواء حماسيه جدا، اغاني الاهلي يعني بتحيط الصاله من كل مكان، واكيد ده بيدي حافز كمان كبير جدا للاعبين. خلاص يعني نادي الزمالك اتأهل بشكل رسمي للمباراة النهائية غدا، وان شاء الله كمان كل التوفيق لنادينا يعني النادي الاهلي النهارده امام غدير المغربي ويحققوا الفوز لملاقاة طبعا نادي الزمالك غدا. دي كانت كل الاجواء يعني يا كابتن هيثم من الصالة، يعني بشكرك وعودة ليك مرة ثانية. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا. خلاص يعني هتبقى دقائق وهنروح للمباراة، يمكن فاضل على الساعة 9:13 دقيقة. زي ما حضراتكم شفتوا النادي الأهلي هيلعب بالطقم البديل، مش هيلعب باللون الأحمر، ده اللي شايفينه في التسخين من باين من الشرطات، إن خلاص يعني هيلعب النادي الأهلي بالطقم البديل، وإن شاء الله بكرة يكون بيلعب باللون اللي طبعا اللي كلنا عارفينه اللون الأحمر. مباراة الزمالك إن شاء الله في حالة الفوز اليوم. أجي لك كابتن ياسر، كنا بنتكلم في المحترفين، والحقيقة كان دايما النادي الأهلي محافظ إن يبقى عنده محترف وغالبا بيكون في الخط الخلفي، ولكن النهارده إحنا شايفين النادي الأهلي الحمد لله بياخد السوبر الأفريقي، بياخد بطولاته من غير وجود محترف، وده يدل ان احنا فرقه كويسه يا كابتن. يعني عندك سكواد كويس، عندك فرقه كويسه، يعني محترف مش هيقدم ولا ياخر. كلامي ده صح يا كابتن ولا شايف حضرتك الرؤيه مظبوط؟ انا بقول لحضرتك هم لو بصينا كده على القايمه ما عندناش حد كلهم ولاد النادي، هذا واحد ولا اتنين بقى لهم 5 6 سنين معانا برضو. كل اللي اشتغل معاهم كان بيجيب محترفين. الراجل ده لما جه اشتغل معاه كان معاه في الاول محترف يمكن لغى عقده، نعم، وبدا يشتغل على المجموعه اللي معاه موجوده. صحيح. اي مدرب بالامكانيات اللي موجوده مع المجلس اللي موفر كل حاجه هو النشاط الرياضي، اعتقد ان هو لازم يقول انا عايز 2 3 على الاقل. صحيح. يعني انت حضرتك اشرت نقطه كويسه جدا ان النادي الاهلي بيوفر اي حاجه، فكل ما طلبش ده موضوع يدل ان عنده ثقه في الثقه، عنده ثقه في الفرقه وعارف يشتغل مع الفرقه. عارف يشتغل قوي وكتير، اشتغل مع الفرقه. يعني النهارده هتلاقي احنا في مصر بالذات ما عندناش شغل كتير قوي من الونجات، الراجل بدا يشتغل من الونجات. ما كانش عندنا حد بيشوط من بره، بدا الناس تشوط من بره. عندنا زي محسن، محسن رمضان، وعندنا مهاب ربنا يوفقه في بعد بطوله افريقيا ان هو مسافر طبعا محترف، هنديله الفرصه طبعا، ومجلس الاداره ما بيقفش قدام اي حد. انا شايف ان دي حاجه كويسه، زيه زي بقيه زمايله زي علي زين وزي مجموعه كبيره سمح لهم النادي الاهلي بالخروج وشرفوا مصر في كل مكان. صحيح. يمكن المحترف كمان اللي جه اللي احنا بنسميه محترف مصري اللي هو علي زين جه، بس ربنا يشفيه ان شاء الله. مش غريب عن الدوري ومش غريب عن فرقه، يمكن هو ده بس اللي هو الراجل دخله معانا. بس تعالى نبص كده نشوف ان هو ما بيعتمدش على فرد واحد. صحيح يا كابتن، انت ما بتعرفش مين النهارده النجم، يعني بيبقى نجوم طبعا، بس نجوم النهارده غير نجوم بكره غير نجوم بعده. وضع نفس الوضع ده في كره السله دلوقتي، فالفرقه اللي ما بقاش فيها نجم زي ما حضرتك بتقول دي فرقه بتبقى قويه، بتبقى فرقه قويه، ولسه قدامه كتير. الفرقه دي هتدي، يعني انا كنت حضرت جيل
احنا قعدنا بقى كنا بنخسر 3 4 سنين ولا 5 سنين وكنا صغيرين، كان ابراهيم يشهد على هذا الكلام. وبعد كده احنا قعدنا حوالي 10 سنين ولا 12 سنه بناخد الدوري. حضرتك شايف ان ده هيتكرر تاني؟ ده هيتكرر تاني خلاص، ده قولنا ان شاء الله باذن كابتن ابراهيم. يعني محسن رمضان، انا اللاعب ده عايز اذكره بالاخص لانه حصل تطور كبير في ادائه. محسن كان يعني بيتماس بالتصوير التسعه ومن عاد سبعه، وبعد كده السنه اللي فاتت حصل ابتعاد كبير لمستواه، والنهارده شايفينه ما شاء الله اكبر بيعود تاني. شايف ده ليه؟ شايف ايه السبب ان محسن رجع لفورمته الكبيره؟ اولا محسن رمضان من بدايته وهو لعيب مميز جدا، يعني بدايته كان نادي المقاولين وكان مميز جدا، وكان نادي المقاولين ده كان بطل المرحله اللي كان فيها محسن رمضان في سنه اللي هي مواليد 98. حضرتك فاكر كمان هو مواليد كام؟ طبعا، لانه مرحله سنيه كانت جميله وكان فيها منافسه قويه جدا، وكانت المقاولين متميز جدا في الفتره دي. مع مرور الوقت محسن رمضان انتقل من لما المقاولين صفى فرقه وساب فتلهم، محسن رمضان راح نادي هليوبلس واشتغل معاهم وكان مميز برضه هناك. ولما جه للنادي الاهلي حصل زي دروب بالنسبه له، نقدر نقول عليه التغيرات الفسيولوجيه بقى مع البلوغ مع سن الكبير مع الكلام ده، حصل هبوط في ادائه. تعامل معها ديفيد ديفيز كويس قوي، نعم، في انه اعاد له الثقه ثاني، لانه كان محسن رمضان كان بيخش مثلا يخش في خمس ست كور مثلا، هي كوره واحده اللي جابها جون والباقي بره او كده. صحيح. انما دلوقتي محسن رمضان بقى من ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه، وهو اللي هيبقى الورقه الرابحه في المباريات القادمه مع بقيه زمايله، لان هو مش بيدي قوه لمحسن رمضان، وبعد كده محسن رمضان بيدي قوته للباقي، لانه بيساعد زمايله. كابتن هو خلاص، طب حضرتك شايف يا كابتن لحظات وتنطلق المباراه، خلينا نطير واستاذن ضيوفي طبعا الكرام، نطير الى صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، نقل احداث قبل النهايه. الاهلي وغدير رجاء غدير المغربي ومعلقنا الكابتن ايهاب رجب، فالى هناك. شكرا معلقنا الكابتن ايهاب رجب. اذا انتهت احداث النصف الاول من المباراه بتقدم النادي الاهلي 19-12. ارجع لضيوفي المنورين في الاستوديو، الكابتن ابراهيم السيد نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بك كابتن ابراهيم للمره الثانيه. اهلا بك كابتن هيثم. معايا طبعا كابتن ياسر صلاح نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بك كابتن ياسر للمره الثانيه. اهلا بك كابتن. كابتن ابراهيم ابتدي بحضرتك، اكيد النهارده يعني عندك كلام تقوله على النصف الاول من المباراه، خاصه الحمد لله كان في تفوق في راحه لبعض اللاعبين، اكيد في رؤيه فنيه لحضرتك مختلفه عنا كلنا اكيد. هو زي ما احنا قلنا في قبل المباراه ان كان هيبقى في لعيبه الاهلي كلهم كل همهم ان هم يحاولوا يحرزوا اهداف كثيره علشان يهبطوا من معنويات فريق رجاء غدير، والاستعجالهم في احراز الاهداف دي ضيعوا اهداف كثيره. لسوء التمرير وللتصويب المفهوش تركيز، فكان ممكن يبقى رصيد الأهداف أكتر من كده. رجاء غدير استغل التسرع بتاع النادي الأهلي وابتدى يلعب على لعب الدايرة، خلاه خد أكتر من كورة من الستة متر في وضع لوحده خالص، فكان طبيعي ان هو يحرز اهداف ويسجل اهداف، قللت من الفرق الاهداف اللي بين الاهلي. بالاضافه لانهم يعني كانوا الاستعجال اللعيبه كان ادى لان هم في الدفاع شويه من خلال التصويبات الخارجيه، لان رجاء غدير استغل التصويب الخارجي زائد لعيبه الدايره في هجومهم المنظم، انما ما لعبوش ولا هجمه خطفه على لعيب الاهلي. شوف كله مفيش بريك واحد. ولا فاست بريك واحد على لعيبه الاهلي، ده دليل ان هم ما كانوش بيستعجلوا ان هم يخلصوا عشان يستهلكوا الوقت، لا. ما يبقاش في فرصه للعيبه الاهلي انها تجري يخطفوا منهم الكرة وكده. لعيبه الاهلي طبعا قطعت كور كتيره، سجلت من فاست بريك كتير، طه شال كور كتير، التصويب خارجي كذا مره شال من بره التصويب خارجي، بس المعاونه من لعيبه المدافعين كانت كور بترتد للعيبه الرجاء تاني،
بعد ما يكون صدها بيكون فينجحوا الرجاء انه يسجل منها اهداف. نعم. ده يعني اعتقد ان ده طبيعي، مش حاجه جامده قوي. بس برضه ان انت مريح الماتش النهارده في الدفاع، اللعيبه بتلعب باريحيه جامده لانها يعني الماتش مش قوي، مش مدي انطباع قوي ان في منافسه قويه. لا بل على العكس، انت محقق فرق اهداف حوالي سبع اهداف، يمكن في اخر خمس دقائق الرجاء ما جابش غير جون. والساده المشاهدين يمكن بنعرض ليهم اللي يعني ما تابعش النصف الاول من المباراه يقدر يتابع ملخص الشوط الاول. كابتن ياسر اشكرك، كابتن ابراهيم، كابتن ياسر عندك اكيد ما تقوله عن الشوط الاول. بص انا ما عنديش قلق خالص بالنسبه لماتش النهارده، بالعكس انا استغربت على الجراءه اللي بيعملها كابتن ديفي. طبعا مريح ابراهيم المصري الشوط الاولاني في الدفاع، انا 100% موافق على كده بصراحه، لان بكره ابراهيم عنده معركه. بالظبط كده. عمل روتيشن ما بيحصلش كتير يعني في الملاعب. يمكن مغير خمس لعيبه في الدقيقه 16، يعني منزل فرقه ثانيه. يعني نصف الشوط لعب بخمسه او سته كده، وراح منزل خمسه تانيين. كان الوحيد اللي ما غيرش بس عمر خالد اللي هو كاستيلو، طلع بس في الدقيقه 25. هو ده الوحيد اللي فضل، وطه طبعا. طه لانه الماتش اللي قبل ده ما كانش موجود في السكور، فلازم ياخد فتره اطول عشان يبدا يخش المباراه بتاعت بكره. كاستيلو هو من نجوم الشوط الاولاني طبعا، رايح سبع هجمات جاب منهم خمسه. عبد العزيز زيزو كان كويس، رايح اربع هجمات مضيع منهم هجمه واحده. عندي برضو ياسر سيف مفاجأة لينا كلنا برضو من بداية البطولة. مين هداف الشوط الأول من وجهة نظر حضرتك كابتن؟ كاستيلو ولا مين؟ كاستيلو طبعا. كاستيلو جايب خمس أهداف. خمس أهداف، ده هداف الشوط الأول. بالظبط كده. حضرتك تعرف مين اللي ممكن وراه؟ يعني حضرتك حسبت اللي وراه هيبقى عبد العزيز زيزو جايب ثلاث أهداف. ياسر بعد كده ياسر. يخش ياسر جايب كورتين وجايب ضرب جزاء. ياسر صغير في السن، وان هو يبقى عنده ويعتمد عليه بالطريقه دي، لا انا شايف ان هو شايف في حاجه هيبقى رقم واحد فيما بعد ان شاء الله يعني. طب كابتن دفاعيا النادي الاهلي برضه يعني هعرف راي حضرتك واروح لكابتن ابراهيم اعرف رايه كمان. دفاعيا النادي الاهلي لعب ايه الشوط الاول كله دفاعيا؟ بص هو طريقه الدفاع يعني ديفيد عامل شكل تاني خالص، يعني مهاب بيدافع، فيصل بيدافع، ياسر بيدافع، اسلام بيدافع، يعني في ناس مش موجوده بتدافع في الحته اللي في النص دي. بس انا شايفهم مش شايف دفاع الاهلي مش متقدم يعني. لا هو يعني دفاع على الدايره ودفاع يعني في قوه طبعا، ولكن على الدايره مش طالعين يعني الكره زي دي. يعني ما بيبذلوش مجهود في الدفاع. النادي الاهلي ما بيبذلش خالص مجهود في الدفاع، بل بالعكس يعني في ارتحيه جامده جدا. لان هو عارف الفرقه وعارف امكانيات الفرقه اللي قدامه. يعني الكره دي تثبت اللي حضرتك قلته يا كابتن ابراهيم، تسرع خيري في الباصه، هو فاست بريك، عايزين نسجل اهداف كتير، فواضح كلام حضرتك في الكره اللي اتقطعت من خيري اللي فات. اتفضل يا كابتن. طبعا هم بيفكروا لعيبه الاهلي، طبعا انا عارف واعذرهم، بيفكروا في ماتش بكره. طبعا كلنا بنفكر في ماتش بكره، ده شيء كويس مش وحش، بس خلينا نخلص المباراه دي، ومش عايزينها برضو تبقى يعني يبقى في مسافه قريبه. هو الشوط الاولاني طالع تقريبا فرق سبع تجوان، هو نفس الفرق اللي كان موجود في الماتش اللي فات، بس مع الاهداف. نعم. تغيير في الاهداف بس مش اكتر، انما الفرق ثابت سبعه. الفرق سبعه موجود، واعتقد ان الشوط الثاني ان ديفيد هينزل بتقله في اول خمس دقائق او سبع دقائق، وبعد كده هيبدا يغير. كابتن ابراهيم، دفاع النادي الاهلي يمكن شفنا اكتر من مره لاعبي رجاء اغادير بيوصلوا للسبعه، يعني بيوصلوا للسبعه، بيوصلوا يعني قريب جدا من منطقه الخطر، ويمكن النادي الاهلي ما لجاش. اكيد مستر ديفيد شايف ده، بس هو مش عايز يمكن يجهد لعيبته، يعني شايف الرؤيه في الدفاع ايه؟ احساسي ان هم لعيبه النادي الاهلي في الدفاع بالذات ما كانوش بيدافعوا بالشكل اللي فيه شراسة، عايزين يخلوا رجاء غدير تخلص كورتها بسرعة عشان يجروا على الفاست بريك ويخلصوا الهجمات. وده خلاهم ان هم لما يعني في مش تكاسل بس اقول ان اخطاء
خلى لاعب الدايره بتاع نادي الرجاء ياخد على الاقل فيصل، خد 4 كور على الدايره 6 متر، جاب منها 4 اهداف بمنتهى السهوله، منهم كوره وخدها وعمل دريبلايه ودخل شط حطها بمنتهى الاريحيه خالص، ما كانش فيه اي حد كان بيعكسه او بيحاول ان هو يوقفه او يمنعه من الاهداف. بس اعتقد يعني دي مش دي يعني ما تقلقش او ما تخليش لا لا ما تقلقش، لان الماتشات دي يعني الى حد ما انت بتبقى واثق من نهايتها. نعم. فالدفاع هنا مش عايز تجد اللعيبه قوي في الدفاع. صحيح. عايزهم يبقوا فريش، ما يحصلش ليهم اجهاد عشان النهائي بكره ان شاء الله. يمكن يا كابتن احنا كان في مباراه السوبر الزمالك لعب مباراه، احنا كان عندنا مباراه مع الترجي. تمام. والترجي انسحب، كنا باي. والزمالك لعب مباراه كانت برضو ضعيفه، ولعب تاني يوم يعني الزمالك لعب مباراتين منهم مباراه ضعيفه. النهارده الوضع مختلف، انت النهارده بتلعب الزمالك وانت لعب مباراه، ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك، وبيلعبك وهو لاعب مباراه. شايف دي ممكن ليها حسابات ولا ما تفرقش؟ لان احمال البطوله قليله في حد ذاتها، مش بطوله عنيفه يعني، هم اقوى فرق الثلاثه المصريه، خلينا نتكلم بامانه، اهلي زمالك سبورت. بص، هو الاحمال سواء نادي الزمالك او نادي سبورتنج او النادي الاهلي متعودين على ان هم يلعبوا مباراتين ورا بعض بتقلهم، وبتبقى مباريات كلها بطوله. ما بعدناش خالص عن اسلوبنا في الدوري، احنا بنلعب برضه في الدوري ثلاث مباريات ورا بعض، مباراتين ورا بعض ومباشره، بنلعب مثلا خميس وجمعه، بنلعب في الدوري ده الدورات المجمعه كمان بتلعب ثلاثه ورا بعض، الدورات المجمعه ثلاثه ورا بعض. فما بعدناش كتير قوي عن اسلوب البطوله. الله ينور عليك. صح صح صح، يعني دي ما تقلناش، لان حتى نظام الدوري مشابه للي احنا بنعمله دلوقتي. طبعا اكيد حضراتكم سمعتم عن البطوله اللي استحدثها الاتحاد الافريقي، بالظبط بطوله النخبه اللي هتتعمل في شكلها الاول، بس خلينا نتكلم فيها بعد الشوط الثاني، لانه خلاص احنا لحظات وهتنطلق يعني احداث الشوط الثاني. خلينا نرجع لارض الملعب ثاني، صوره الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن ايهاب رجب، عشان اللي حضراتكم احداث الشوط الثاني، مباراه الاهلي ورجاء غدير قبل نهائي بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. فالى هنا، شكرا معلقنا الكابتن ايهاب رجب. اذا انتهت المباراه بفوز كبير للنادي الاهلي 36-23. النادي الاهلي انتزع البطاقه الثانيه في لقاء بكره ان شاء الله الفاينل ابطال الكؤوس، الاهلي والزمالك في تمام الساعه 7. كل التوفيق للنادي الاهلي، الف مليون مبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي رجاء غدير المغربي. الحقيقه عمل مباراه جيده. ارجع لضيوف اللي برحب بيهم للمره الثالثه، كابتن ياسر اهلا بيك للمره الثالثه. كابتن ابراهيم اهلا بحضرتك للمره الثالثه. اهلا بحضرتك كابتن ابراهيم. يعني بتهيألي الشوط الثاني افضل قليلا من الشوط الاول، يمكن برضو بمجهود قليل قدرت تفتح السكور فرق 13 هدف. طبعا الشوط الاول كان بين الشوطين اكيد مستر ديفيز قال لهم على الاخطاء اللي وقعوا فيها في الشوط الاول، فبالتالي تداركوها وابتدوا يتعاملوا معاها، بدليل ان لاعب الدايره كان واخد على الشوط الاول، خد 4 كور من على الدايره، الشوط الثاني ما خدش حاجه الا في اخر دقيقه من الشوط الثاني جات له كوره واحده نزلت له. فده طبعا يعني حاجه تحسب للمدافعين، وان كانوا الاهلي كان بيلعب انا احساسي انه كان بيلعب برياحيه جامده. نعم. ما كانش مشدود، ف وبعض التسرع شويه، الكور اللي ضاعت بعض الكور السهله، بس حقق اللي هو عايزه وعمل تدوير للاعبين، ريح، ما عملش اجهاد كبير، حقق نتيجه طيبه. فرقه رجاء غدير بذلت اقصى ما عندها وحققت نتيجه، يعني عملت جهد كويس، ما كانتش ضيف سهل. نعم. لا، كان احرج الاهلي في بعض الاوقات، بس كانت الغلبه للاهلي دايما. يعني اشكرك كابتن ابراهيم. كابتن ياسر، طبعا زي ما احنا قلنا برضو الشوط الاولاني والشوط الثاني مفيش مجهود على اي لعيب، بل بالعكس، يعني الشوط الثاني يمكن السكور متقسم على عمل نفس القصه، غير بعد الدقيقه 15 بعض اللعيبه، يمكن ما بداش بكاستيرلو خالص، ريحه الشوط الثاني تماما براون، لانه خد كتير في الشوط الاول، هو طلع في الدقيقه 25 كاستيرلو كتير، خد 25 دقيقه ففي الشوط الثاني بعده عن الملعب خالص. تغيير طه طبعا باحمد وليد حارس المرمى موفقه،
انا شايف ان هو يعني بيجهز لاي ظروف. حاجه تانية شهاب يمكن احرز 4 اهداف، مفيش حد عدى كاستيرو لغايه دلوقتي. اسلام حسن الشوط الثاني ركز شويه في الشوط. استاذنك يا كابتن، خلينا نرجع لارض الملعب وكما عودناكم لقاءات ما بعد المباراه والزميله العزيزه روزان نصر. اتفضلي يا روزان. كابتن هيثم، من جديد طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على يعني فريق اغادير المغربي، مباراه كانت قويه جدا الحقيقه. في هذه اللحظات معايا المدرب العام كابتن محمد ابراهيم. طبعا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي في البدايه وبقول لك الف مبروك، اداء قوي طبعا من اللعيبه. حابب تقول ايه، شفت مباراه النهارده ازاي، وحابب تقول ايه بعد المكسب؟ والله الله يبارك فيكي، الحمد لله. طبعا مكسب مهم انه يوصلنا النهائي ان شاء الله بكره. هنقفل الصفحه دي النهارده ونبدا ان شاء الله نشتغل على ماتش الزمالك ان شاء الله من النهارده بالليل. يعني مباراه بكره طبعا يعني المباراه المنتظره، مباراه صعبه جدا، اكيد استعدتوا ليها او هتستعدوا ليها يعني بشكل مختلف. قول لي ابرز التعليمات يا كابتن، ويعني هتستعدوا ليها ازاي؟ والله هو المفروض ان احنا كلنا حافظين بعض، يعني هم حافظيننا واحنا حافظينهم، بس كل واحد بيركز في بتحاول تعدل كل مره او تصلح في اخطائك او تقلل من اخطائك في الماتشات اللي زي دي. فده اللي هنشتغل عليه، ان احنا بقدر الامكان نحاول نقلل من اخطائنا اللي عملناها في الماتشات اللي فات، في الخمس ست سبع ماتشات اللي فاتوا من اول السنه. وبس. اكيد في مباراه النهارده برضو شفت يعني نقط صعبه، ايه اصعب النقط اللي النهارده يعني خدت بالك منها خلال المباراه؟ والله لا، يعني هو بس صعوبه الماتش النهارده ان انا عارف ان ممكن اللعيبه تكون بتلعب ماتش النهارده بتفكر في ماتش بكره، هو دي اصعب حاجه. يعني ده اللي احنا حاولنا نخرج من اللعيبه من اول ماتش، ان احنا ما فيش نهائي الا لما نكسب في السيمي فاينل. فدي اصعب نقطه في تحضير ماتش النهارده. كابتن محمد بقول لك الف مبروك مره ثانيه وبالتوفيق طبعا ان شاء الله في مباراه بكره. الله يبارك فيك وشكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع المدرب العام كابتن محمد ابراهيم يعني لكره اليد رجال، يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقاء مع كابتن محمد ابراهيم، والحقيقه هو اجاب اجابات يعني مختصره، لان هو مباراه بكره ما فيش كلام، هي اهم حاجه احنا حافظين بعض. فعلا حقيقي يعني النادي الاهلي حافظ نادي الزمالك، ونادي الزمالك حافظ نادي الاهلي، ولكن اللي بيتدارك وبيقلل اخطائه في المباراه هو اللي بيفوز. قال كمان ان صعوبه المباراه النهارده كانت ان اللعيبه ما تفكرش في بكره. حقيقي المباراة فنيا محسومة، يعني هو حتى فكر شوية كده وقال هي أصعب حاجة إن احنا ما نفكرش بكرة، نفكر في النهاردة. وده يعني شايفين إن كابتن يعني محمد مشروع كبير جدا لمدرب كبير في المستقبل حقيقة. يعني كابتن ياسر يعني خلاص يعني ما فيش كلام يتقال عن مباراة بكرة، يعني هو احنا حافظين بعض، اللي هيقلل أخطائه هو اللي هيكسب. أنا بس بقول لكابتن محمد إبراهيم تفائل، أنت أول سنة كلنا متفائلين إن شاء الله. إن شاء الله. أنا مرنت كابتن محمد إبراهيم النهارده، هو مدرب بس يعني انا شايفه اضحك يا محمد، وده عشان مركز انت من دلوقتي، اعتقد ان ده شيء كويس. وهنبص كده ان بعد المباراه مباشره مفيش لعيب من النادي الاهلي موجود في الصاله، اتقفل عليهم خلاص، تركيز ننسى، نبدا نفكر في ماتش بكره، لان احنا ماتش الزمالك احنا دي رابع مباراه في سيزون كتير. متهيألي اكتر يا كابتن، اكتر احنا لعبنا السوبر المصري، سوبر ماتشين في الدوري التمهيدي. ايوه ماتشين في النهايات ولا ماتش واحد؟ لا ماتش واحد، ماتش واحد كده اربعه، وخامس السوبر الافريقي ده السادس، ده السادس. السوبر المصري اللي فاز بيه نادي الزمالك، ماتشين في التمهيدي بالظبط، ثلاثة في النهايات يا يوسف، ثلاثة في النهايات. بتكلم على النهايات، ثلاثة في النهايات. احنا كسبنا ماتش وهو كسب ماتش، والماتش الفاصل احنا كسبناه. يعني تقريبا ده السادس، ده السادس. على يعني ما كانش تخني ذاكرة يعني. طبعا ده صعب، ماتش هنقول صعب، ماتش هنقول ان هيبدا يتجهز له من النهارده. طبعا هيبقى فيه اعداد كتيرة نفسيا قبل الهاندبول. اعتقد ان ديفيد نجح في الموضوع دوت، وبقيه الجهاز زي كابتن محمد ابراهيم مش جديد عليه ماتشات الزمالك، مش جديد عليه البطولات ديت، ومدرب الحراس عليه عامل كبير قوي النهارده عشان يبدا يدخل طه في الفورمه واحمد وليد. لا انا شايف ان ماتش بكره
هيبقى عرس كبير قوي. اعتقد ان هيبقى ماتش في الملعب. اشكرك كابتن ياسر. كابتن ابراهيم، انت شايف ايه الاختلاف ما بين مباراه الزمالك من 10 ايام او 12 يوم تقريبا، مباراه السوبر الافريقي، والاختلاف بكره في نهائي كاس الكؤوس الافريقيه؟ اللي هيقدر يتحكم في نفسه وتركيزه هو ده اللي هيبقى الاختلاف الوحيد اللي بينه، لان الماتش هيبقى صعب. التكهن بالنتيجه هيبقى اللعيبه تعد، كيفيه اعدادها للماتش بكره ده مهم جدا. ويمكن استكمال لكلام الكابتن ياسر، في دور قوي جدا بيعمله الدكتور عمرو يوري. طب استاذنك يا كابتن، خلينا نرجع لارض الملعب مره اخرى والزميله روزان نصر ولقاء لما بعد المباراه. اتفضل يا روزان. كابتن هيثم، من جديد طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. حاليا معايا نجم من نجوم طبعا كره يد رجال عبد الرحمن طه. كابتن عبد الرحمن، طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه الاهلي، الف مبروك. شفت مباراه النهارده ازاي واستعداداتكم لمباراه الغد؟ الله يبارك فيك. الماتش النهارده كان ماتش صعب، يعني احنا لعبنا الفرقه دي في المجموعات، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا سكور كويس احترمناها. الماتش السيمي فاينال اللي احترمناها وذاكرناها تاني، وذاكرنا الماتش اللي لعبونا تاني. بس ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا. احنا النهارده المدرب بوزع الحمل على الفرقه كلها، ما حدش لعب اكتر من ربع ساعه تلت ساعه في الملعب عشان يحضرنا لبكره، فربنا يكرم ان شاء الله. واحده واحده كده ماتش بكره هيعدي ان شاء الله. خليني اسالك على ابرز طبعا تعليمات المدير الفني والمدرب العام، يعني اكيد في تعليمات كانت يعني مشدده قبل مباراه النهارده وبالاخص كمان قبل مباراه بكره. يعني النهارده الماتش، يعني هم اتكلم معانا قبل الماتش، يعني قال لنا احنا لازم نحترم الفرقه دي عشان فرقه قويه وفرقه يعني لها يعني في البطولات افريقيا لها يعني تكسب يعني وماشيه كويس يعني. بس فقالنا اهم حاجه نحافظ على بعضينا، ندي احترامنا للمنافس، نطلع اللي عندنا كلنا عشان نستعد لماتش بكره ان شاء الله. احنا ماتش بكره بالنسبه لنا يعني وسط ارضنا وجمهورنا، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفرح الجمهور ونفرح الناس بالبطوله دي ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن، يعني بشكرك والف مبروك مره ثانيه وبالتوفيق في مباراه بكره. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا كمان مع كابتن عبد الرحمن طه، يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا. ويمكن طه يعني يمكن من اللعيبه اللي عليها عبء كتير بكره ان شاء الله كبير، بس بدون شد اعصاب، بدون اي ضغوط، هو يؤدي اداؤه العادي هيكون ان شاء الله اكيد ممتاز، واكيد خط الدفاع كمان واللعيبه هتساعده بشكل كبير. كابتن، يمكن طه عليه بكره يعني عبء كبير بس بدون شد وبدون ضغط. طه اتحط في المواقف دي كتير على مستوى مراحل العمرية المختلفة، كان بيبقى لوحده، والحمد لله كان بيبقى عند حسن الظن ومصدر ثقة لباقي فرقته. واكيد فينيو ليزورت المدرب الحراس المرمى ليه دور كبير كتير النهارده، فارق كتير ورفع من مستوى الحراس النادي. ويمكن زي ما انا كابتن ياسر قال ان تجهيز اللاعبين لماتش بكره، سواء كابتن ديفيز او محمد ابراهيم او ياسر لبيب او خالد العوضي، من تحفيزهم وتجهيزهم في دور مهم جدا للدكتور عمرو، انه بيرفع حاله الاجهاد عن اللعيبه، ما تجهيزهم طبيا ما يبقاش عندهم اي مشاكل من سواء كاصابه او تعب او بحيث ان يرجعهم للماتش ثاني فريش. صحيح. ويجهزهم بكره جاهزين للملعب بدون اي احساس باي اجهاد او تعب، وده دوره وهو استاذ فيه صراحه. يعني كابتن، مفاتيح لعب نادي الزمالك اللي احنا نجحنا نوقفها في المباراه الاولى هي واحد بس، ممكن نظرك مين؟ كابتن احمد الاحمر. هو قائد الفريق هناك بتاعهم، وهو يعني اعتمادهم الاساسي عليه، حتى لو في احلك الموقف تلاقيه هو اللي بيشغل الباقي، يعني هو اللي ما فيش حد تاني بيعرف يشغل الباقي زي احمد احمر.
فهو طبعا هو اساسا لو وقفنا ده الباقي طبعا هيبقى أشكرك سهل بالنسبه لي. اشكرك كابتن ياسر. وجهه نظر حضرتك المفاتيح مباراه المباراه الاولى للزمالك، احنا نجحنا نوقف المفاتيح، فرقنا فرق اهداف محترم في الشوط الاول بدايه الشوط الثاني، ده اللي ساعدنا نمتص الكام باك نادي الزمالك. شايف ده ممكن يتكرر بكره السيناريو ده، ولا مفاتيح نادي الزمالك ممكن تخلي الماتش ماشي ايكوال؟ يعني رؤيتك برضو انا بثق في توقعاتك بس كده فلازم ازنقك، فرؤيتك بكره ازاي؟ رؤيتي بكره اهم حاجه لو لعب بنفس الطريقه بس هيزيد عليها واحد، طبعا قداح هو عارف يوقفه المباراه اللي فاتت، ولوكا وبشير، يمكن هو لخبط الدنيا في ديفيد في المفاتيح دي وقفها، وكانت تغييرات الزمالك متأخرة كتير وده فرق كتير. نعم. هيختلف يمكن، أنا مع كابتن إبراهيم الأحمر طبعا هيعرف إزاي يوقفه، يبقى كده أنا أقول لك مبروك إن شاء الله. يعني اجتمع نجوم الكبار في الاستوديو إن أحمد الأحمر هو مفتاح لعب مهم جدا نادي الزمالك. تمام. طيب ماذا عن باقي الخط الخلفي؟ يعني دلوقتي عندنا ممكن يكون قداح له دور صح كبير، ويعني هو اكيد ممكن يكون له دور، يعني قصدي اقول انه وليد مشروع لاعب ممتاز رائع، كان ليه دور كبير في ماتشات معانا كده، بس محتاج اللي يشغله، وده اللي عمله احمد الاحمر، واللي عمله احمد لا اللي كان السبب في الكامباك، كان بيخليه يجهزه عشان يقدر يخلص كرات. نعم. وهو وليد ما شاء الله عليه، ولد كويس، مستقبل كويس للمنتخب المصري يعني. طب كابتن شايف يعني المديرين الفنيين دلوقتي، نادي الزمالك مديره الفني غادر ماشي، اللي موجود دلوقتي مش ده الجهاز الفني اللي بدا بيه الموسم. لا ساعات يعني، بس عايز اجيب يعني عشان يبقى الكلام بدقه، ساعات بيبقى ده دافع للفريق لقدام حتى لو فتره ترانزنت مؤقته، وساعات بيبقى لا. شايف ده يعني تطبيقه على نادي الزمالك ايه؟ هيبان في ماتش بكره، بس تتوقع هيبان في ماتش بكره التوقع. طب المباريات اللي فاتت، ماتش سبورتنج النهارده، ماتش سبورتنج ده كان ماشي جون جون يعني، فما تقدرش تقول ان هو المدرب فرق هنا او ما فرقش، ده بل على العكس، ده فرقه سبورتنج فرقه قويه كان عندها امل انها تلعب المباراه النهائيه، فكان عندها حافز كويس. نعم. وبعدين ماتش ما بعدش عنها يعني، فكانت في منافسه على مين يكسب المباراه دي، فالتوفيق حالف الزمالك في الاخر يعني، مش وماتشات سبورتنج مع الزمالك كانت بتمشي كده يعني الدوري كده يعني يعني. طب رايك ايه يا كابتن ياسر؟ انا شايف حضرتك ابتسمت ابتسامه كده. بص خلينا نتكلم، الاهلي في احسن نسخه او احسن نسخه، انا شايف تفوق لعيبه الاهلي، ان الاهلي بيلعب لعب جماعي وطول عمرنا بنلعب بالطريقه دي، يمكن من كابتن ابراهيم ما عندناش الاوحد، وده يمكن عملها ديفيد. الزمالك بيعتمد على فرديات كتير، وده واضح من الماتشات اللي فاتت. نعم. للزمالك اعتقد ان الاهلي لو لعب جماعي هيبقى في توفيق من عند ربنا كبير ان شاء الله. دفاع مهجوم. طيب دفاعا عندنا في النادي الاهلي، يعني تفضل نوع دفاعي من وجهه نظرك؟ احنا لعبنا في ماتش الزمالك اللي فات دفاع متقدم، يعني بقينا ناخد اللعيبه من بدري وقفلنا الجبهات اللي في النص، وبقينا بنشفت كلنا وبقينا قافلين، ما بتلاقيش فيه يعني زي ما بيقولوا جابز او 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 فتحات في الدفاع، بالرغم ان احنا كنا بنلعب متقدم. يعني شايف ده هيلعب بيه نفس الكلام مستر ديفيد ديفيز، ولا ممكن يواجه النادي الزمالك بفكر جديد؟ لا اعتقد ان نفس الطريقه، اللعب المتقدم ده احنا وقفنا بيه حاجات كتير. صحيح. يعني مش عايزين ده كان السبب الرئيسي ان احنا نفرق كتير. وتوفيق طبعا طه، والمصري كان عامل شغل طبعا، المصري هو المفتاح بتاعنا. والنهارده انا شايف ان جنب فيصل نزل مصطفى خليل، وده حاجه كويسه يعني. مصطفى خليل يمكن لما نزل في الشوط الثاني الدنيا قفلت. لا انا شايف ان عندنا مفاتيح كويسه، عندنا كاستيلو، عندنا سيسا، عندنا اللعب الجماعي بنتميز بيه، عندنا الفاست بريك احنا اسرع كتير من الزمالك.
الزمالك عنده ناس مش عايز اقول كبيره في السن، لا هو طول ما هو بيدي منتصف عمرنا اقل. لا دي حقيقه، دي ارقام يا كابتن، دي ارقام. تغيير مدرب، انا شايف ان تغيير مدرب مش هيعمل يعني اكيد اكيد. كابتن ياسر صلاح نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتني وشرفتني النهارده يا كابتن. موجودك يا كابتن ياسر. شكرا. كابتن ابراهيم السيد نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتني وشرفتني يا كابتن النهارده. يعني انا بشكر جدا حضرتك انك احنا يعني بتستضيفنا وبنستمتع معاك في التعليق. ده بيتك يا كابتن، ده مكانك. ونشكركم يا كابتن مصر. اعزائي المشاهدين، دي كان جولتنا النهارده في استوديو الابطال. مبروك التاهل للنهائي ان شاء الله، مباراه كبيره بكره الاهلي والزمالك. هنلاقي لحضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 7 لاستوديو التحليل، هينطلق الساعه 6. تابعونا وتغطيه خاصه لنهائي افريقيا ابطال الكؤوس غدا. شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى لقاء غدا باذن الرحمن.